السلام عليكم، اهلا بيكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الرابع الابتدائي الترم الاول، هناخد النهارده ليسون 4 في كونسبت في يونت 2 كونسبت 2 1 اللي هو كان بعنوان الموشن. وزي ما قلت لكم هو كله الكونسبت ده الليسون الاربعه ليسون اللي احنا هناخدهم ليهم علاقه ببعض وكلهم بيتكلموا عن الموشن. هنخلص النهارده الموشن. عايزكم تركزوا في الدرس ده كويس يا شباب عشان الثلاثه اكسبريشن اللي احنا هناخدهم اللي احنا اصلا من الاول قلنا احنا عندنا انرجي وفورس وورك، لازم نفرق بين الثلاث كلمات دول، وانا هشرحهم لكم باسلوب يركزوا في دماغكم يعني ان شاء الله بيه. اوكي طيب نبدا الليسون كده. بسم الله، ده اخر ليسون، نبدا الليسون كده هتفهموه ان شاء الله. اتفضلوا يا شباب. ليسون 4 ده هنشرح فيه الفرق بين انرجي وورك وفورس، ايه الثلاث كلمات دول. قبل ما نشرح الفرق بينهم قالوا كده look at the opposite picture. انا شايف هنا في هيومن بيعمل بوشنج فورس للكار دي، صح كده؟ look at the opposite picture then choose the correct answer. this man exert a pushing ولا pulling force on the car to make it move. اوكي واضح ان هو بيعمل بوشنج فورس، تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه الريليشن بتوين انرجي وورك وفورس. هستأذنكم بقى كده اشغل لكم الكاميرا عشان تفهموني كده، عشان تفهموا ايه الفرق بين انرجي وفورس وورك. طيب انرجي از ابيليتي تو دو ورك، يعني انا وائل عندي السيلز بتاعتي خدت دايجستد فود وخدت اكسجين وبقى عندها انرجي كده قادره انها تعمل لي بيولوجيكال بروسيس بتاعتي وقادره تخليني اعمل ورك. الورك ده ايه؟ انا بكلمكم اهو بدور ده كده انرجي عندي اهو، عندي الابيليتي ان انا اكلمكم. ما هو انا لو مش قادر مش هكلمكم، صح كده؟ عندي الابيليتي ان انا اقوم اعمل تويلت واجي، عندي الابيليتي اروح المطبخ اشرب واجي، عندي الابيليتي ان انا اعمل حاجات كتير. الابيليتي تو دو ورك اسمها انرجي. يبقى انا كده وائل، انا وائل وانتوا اي حد فيكم عنده انرجي، صح كده؟ طيب الانرجي دي، الانرجي دي عايز استفيد بيها، تمام كده؟ فاروح عامل ايه بقى؟ اروح عامل كده، تمام كده بزق الحيطه كده ماشي، انا بس بشاور على حاجه انتوا شايفينها، بزق الحيطه. طيب انا كده بعمل ايه؟ انا كده بنقل الانرجي بتاعتي للحيطه، صح كده؟ او عايز ازق عربيه زي ما شفتوا الراجل اللي في الصوره اللي فاتت دي. الراجل ده عنده انرجي، صح؟ مش عنده الابيليتي تو دو ورك اهو، يبقى عنده انرجي، صح؟ ولما هو زق العربيه هو كده بيعمل ايه؟ بينقل الانرجي بتاعته من جسمه للعربيه، صح كده؟ الترانسفير اوف انرجي ده اسمه فورس. مش انتوا لسه قايلين لي الراجل ده بيعمل بوشنج فورس؟ يعني ايه بوش؟ سيبك من بوشنج، هو بيعمل فورس، صح؟ يعني ايه فورس؟ يعني بينقل الانرجي اللي عنده في جسمه للاوبجكت، صح كده؟ الاوبجكت اللي كان بيزقه هو عربيه، انا بقى الاوبجكت اللي ناوي ازقه الحيطه اهو، صح كده؟ انا كده وانا لامس الحيطه وبعمل لها بنقل الانرجي، انا عندي انرجي، عندي ability to do work، عندي القدره دي، تمام؟ وبزق الحيطه اهو، انا بحاول انقل الانرجي بتاعتي للحيط، صح كده؟ والراجل اللي في الصوره اللي فاتت دي كان بيحاول ينقل الانرجي بتاعته للعربيه، تمام؟ الحته الثالثه بقى اللي هي الورك. الراجل اللي كان في الصوره وواقف، الراجل اللي في الصوره نقل الانرجي بتاعته للعربيه عن طريق الفورس، ووائل نقل الانرجي بتاعته للحيطه عن طريق الفورس. الفورس هي الترانسفير اوف انرجي من اوبجكت لاوبجكت، صح كده؟ تمام. طيب خلينا في الراجل الاول، تمام. الراجل لما زق العربيه نقل الانرجي بتاعته من البادي بتاعه للكار. سؤالي بقى، هل الكار دي اتحركت؟ هنعتبر الإجابة عشان الحيطة مش هتتحرك، ها؟ هنعتبر الإجابة الراجل ده لما عمل البوشنج فورس هو نقل الإنرجي بتاعته من جسمه للعربية، صح؟ طيب العربية اتحركت؟ العربية اتحركت، يعني الفورس ده هو اللي خلى الإنرجي، تمام كده، تعمل ورك. عملت ورك ليه؟ لأن في موشن حصلت، أوكي؟ الإنرجي اتنقلت وعملت حاجة إيجابية، إيه الإيجابية؟ هي موشن، مش هو زق العربية، نقل الإنرجي من جسمه للعربية عن طريق الفورس والعربية دي اتحركت، يبقى الفورس اللي حصلت دي عملت ورك، أو أنت كهيومن بينج هو بقى هو اللي زق العربية ده عمل ورك، تمام؟ طب تعالوا لوائل بقى، وائل عنده إنرجي،
تمام كده، ونقل الانرجي دي للحيطه اهو، صح كده، نقلها للحيطه وبيزقها اهو. انتوا شايفين انا ببذل مجهود قد ايه، ها بزق الحيط، بس الحيطه دي ما اتحركتش، صح؟ متفقين ان انا عندي انرجي؟ متفقين. متفقين ان انا عملت فورس دلوقتي ونقلت الانرجي بتاعتي للحيطه؟ متفقين. السؤال بقى، هل الحيطه دي اتحركت؟ لا ما اتحركتش، ولا انا ولا 10 كمان معايا هنحركها، صح كده؟ يبقى في ورك دان؟ لا مفيش ورك دان. عشان يبقى في ورك دان لازم الفورس دي تعمل موشن، صح كده؟ يبقى كده وائل ما عملش ورك، انما الراجل اللي زق العربيه والعربيه حصل لها موشن او اتحركت عمل الورك. تمام. اقول تاني، في انرجي وفي فورس وفي وورك. ايه الفرق بين التلاتة؟ انرجي دي الابيليتي تو دو وورك، وانا عندي الابيليتي دي. هي مش ساعات ماما تقول لك ناولني مش عارف مثلا النضارة بتاعتي ولا الموبايل بتاعتي، تقول لها انا مش قادر. هنفرض ان انت ما بتتدلعش وبتقول فعلا انا مش قادر، مش قادر يعني ما عندكش انرجي، صح كده؟ ما انت لو عندك انرجي هتقوم تعمل كذا وتروح وتيجي وتنط وتلعب دي الانرجي از ابيليتي تو دو ورك، اوكي؟ ما عندكش انرجي، ما عندكش ابيليتي تو دو ورك وقاعد ومش قادر، صح كده؟ طيب يبقى الانرجي هي الابيليتي تو دو ورك، ودي اول حاجه. طب الانرجي دي المفروض تتنقل منك للحاجه اللي انت هتعملها، مين اللي هينقل الانرجي؟ الفورس. يبقى الفورس هي الترانسفير اوف انرجي من اوبجكت لاوبجكت، هننقلها من اللي عنده انرجي للي ما عندوش انرجي، صح كده؟ تمام. فدلوقتي انرجي خلاص، وفورس هي اللي نقلت الانرجي دي، نقلتها من الاوبجكت او من البيرسون اللي عنده انرجي للحاجه اللي ما عندهاش انرجي. ما العربيه دي ما عندهاش انرجي، ما هي واقفه اهي، والحيطه دي كمان ما عندهاش انرجي، ما هي واقفه اهي، صح كده؟ طيب هل بقى الفورس دي خلت الاوبجكت موف ولا لا؟ الراجل اللي زق العربيه، الاوبجكت خلت سوري الفورس خلت الاوبجكت موف، يبقى الراجل ده عمل ورك. وائل بقى ما عملش ورك، لان صحيح وائل عنده انرجي ونقل الانرجي دي بالبوشنج فورس للحيطه دي، ولكن الحيطه دي ما اتحركتش، يبقى وائل عمل ورك؟ الاجابه لا، وائل ما عملش ورك، صح كده؟ صح. يبقى هقول الثلاثه تاني، هقول الثلاثه بقى بدون امثله، الثلاثه جنرال كده، مش ولا على وائل ولا على الراجل اللي زق العربيه. انرجي از ابيليتي تو دو ورك، تمام؟ Force is the transfer of energy from object to object. هننقل الفورس دي هي اللي هتنقل الانرجي من الاوبجكت اللي عنده انرجي للاوبجكت اللي ما عندوش انرجي. Work دي is the force that applied on the object causing its motion. لو ما فيش motion ما فيش work. في motion في work. سهل يا شباب. أأمل إن أنا أكون وصلت لكم هذه المعلومة اللي هتاخدوها بعد كده بالتفصيل كتير. إحنا عايزين بس نفهم دلوقتي إيه الفرق بين التلاتة، وأعتقد يعني أنا شرحتها لكم بأسلوب سهل ولذيذ وأنتوا فهمتوا. تعالوا نقرأ الكلمتين دول مع بعض، اتفضلوا يا شباب. ثانية واحدة نلغي الصورة، اتفضلوا يا شباب. أوكي. اتفضلوا يا شباب. خلاص تعالوا نشوف الريليشن بين انرجي وورك وفورس. بصوا الراجل ده عنده انرجي، لما لمس الكار دي وبيعمل بوشنج كده اللي هو فورس، يعني هو كده بيحاول ينقل الانرجي من البادي بتاعه للاوبجكت ده للعربيه، صح؟ اللي هو عنده انرجي، هيبقى بعملها لكم باسلوب تاني. هو البني ادم ده عنده انرجي، بيحاول ينقل الانرجي من عنده للاوبجكت ده، يبقى هنا في فورس، صح كده؟ يبقى هنا في ايه؟ فورس. ايه يا شباب؟ تمام. لو الفورس دي نجحت انها تخلي الاوبجكت ده موف، لو اتحرك هذا الاوبجكت، يبقى كده الراجل ده عمل وورك، اوكي؟ لو الكار دي ما اتحركتش، يبقى الراجل ده ما عملش وورك. سهله كده؟ تمام. اكزامبل، تعالوا نشوف اكزامبل كده عشان يوضح لي العلاقه بين الانرجي والورك والفورس. هو اللي انا قلته ده بس مكتوب بقى، تمام؟ اكزامبل، زمان اكزرت ا بوشنج فورس، المان ده مبدئيا عنده انرجي بجسمه، اوكي؟ معلش هي كتبت كده وحشه قوي كده، انرجي، اوكي؟ انرجي. الراجل ده عنده انرجي، اوكي؟ هو وقف؟ انرجي، اوكي يا شباب؟ الراجل ده عنده انرجي. تمام. المان ده اكزرت بوشنج فورس، الفورس ده بياخد الانرجي ينقلها للاوبجكت، تمام؟ اون ذا كار، ليه؟ عشان موف ات. طيب الفورس دي ترانسفير الانرجي، نقلت الانرجي
من هيز بادي، من البادي بتاعه للكار. يبقى الفورس هي اللي نقلت الانرجي زي ما انا راسم. هو عنده انرجي، الفورس اللي عملها دي خلت الانرجي تتنقل من جسم البني ادم ده للكار دي، صح كده؟ نفضل الكار بقى، الكار دي هتتحرك ولا لا؟ هو ان هي موف ذا كار، ايوه هو اللي حرك الكار، هو صح، ايوه هي، ما العربيه دي ما اتحركتش لوحدها، هو اللي حركها، صح كده؟ يبقى وين هي موف ذا كار، لو قدر يعمل كده يبقى في ورك دان، هو عمل ورك، اوكي؟ ذيس مينز ذات هي، هو البني ادم ده از دوينج ورك، هو البني ادم عمل ورك، صح كده؟ انا بقى لما زقيت الحيطه كل ده حصل، انا عندي انرجي وعملت فورس نقلت الانرجي للحيطه دي ولكن الحيطه ما اتحركتش، يبقى وائل هي دي بقى المره دي وائل، ها وائل دونت ميك وورك، وائل دونت دو وورك، وائل ما عملش وورك، اوكي تمام. فروم ذا بريفيوس اكزامبل وي كان كونكلود ذات ان الفورس هي اللي ترانسفير الانرجي فروم اوبجكت تو انذر، اهو كان في انرجي في الهيومن بودي ده وما كانش في انرجي في العربيه، الفورس نقلت الانرجي من الهيومن بودي ده للعربيه، صح كده تمام. الورك بقى هيحصل امتى؟ الورك دان از ايكوال تو اماونت اوف انرجي ترانسفير باي فورس ذات از يوزد تو موف ذا بودي فور سيرتن ديستانس، اوكي؟ ما انا برضو ممكن اعمل ورك واحرك لك العربيه لغايه هنا، وممكن اعمل ورك واحرك لك العربيه لغايه هنا، لغايه هنا، اوكي؟ لغايه هنا، فانا الورك اللي حصل هنا قليل، الورك اللي حصل هنا كتير، انا ما عملتش انرجي او الفورس ما نقلتش انرجي كتير هنا، انما الفورس نقلت انرجي كتير هنا، فالورك ضن هنا قليل والورك ضن هنا كتير، صح كده؟ يبقى ذا ورك ضن از ايكوال تو الاماونت اوف انرجي اللي اتنقلت بالفورس ذات از يوزد تو موف ان اوبجكت. لو عملناها بشكل كده سهم هقول لك الفورس هي اللي ترانسفير الانرجي تو انيبل اس تو دو وورك، الورك ده احنا اللي بنعمله مش العربيه، العربيه دي ما عليها الا انها بس نفذت اللي انا عملته، انا نقلت لها الانرجي عن طريق الفورس فهي اتحركت بالانرجي بتاعتي، انما هي ما عندهاش انرجي ولا حاجه، صح كده؟ طيب يبقى عايز اقول حاجه، لو ما فيش موفمنت اللي انا عملت عليها دايره دي ما فيش وورك، بس مش معنى ان مفيش فورك ان انا ما عنديش انرجي وان انا ما عملتش فورس والفورس دي نقلت الانرجي للاوبجكت بس ما عملش فورك، زي ما وائل زق الحيطه. حد يقدر يقول ان انا ما عنديش انرجي؟ ما انا زقيت الحيطه وبذلت مجهود زي ما انتوا شفتوا، وعلى فكره انا ممكن اكون بذلت مجهود اكتر من اللي بذله الراجل اللي بيزق العربيه ده، العربيه اتزقت معايا، انا بقى عمال احاول في الحيطه وببذل مجهود وبعرق ومش حوايق وبتعبان وفي نفس الوقت مفيش فورك حصل، اوكي؟ اتفقنا؟ طيب. خلاص مفهومة كده يا شباب؟ اوكي. نوت، خلي بالك من حاجة، ان الفورس اند انرجي ار ديفرنت، ايوه ما هو الانرجي ات از ابيليتي تو دو ورك، الفورس هي اللي ترانسفير الانرجي، فهم مختلفين فعلا، صح كده؟ بات زي ار ريليتد تو وان اذر، اوكي؟ ويتش وير فورس از ذا افكت ذات تشينج انرجي اند الاو ات تو دو ورك، الفورس هي الافكت اللي هينقل الانرجي من فورم الفورم او من اوبجكت الاوبجكت ويخليها الاو يسمح ليها انها دو وور، الفورس هو اللي هيخلي الانرجي تعمل وور، من غير الفورس انت عندك الانرجي بتاعتك والعربيه ما عندهاش انرجي ومحدش هينقل الانرجي دي منك ليها، صح كده؟ الفورس هي حركه الوصل، صح كده يا شباب؟ اوكي. طب تعالوا كده نسال سؤالين تو تشيك اور اندرستاندينج، complete the following senses using force ولا work، اوكي تمام. to make an object start to start or stop moving، انت عندك object عايز تبدا الموشن بتاعته او هو ماشي وانت عايز توقفه، this require force، صح يا شباب؟ اوكي ماشي. طيب when you push a car، انت بوش الكار and it start to ايه to move، ده انت لما بوش الكار انت نقلت الانرجي اللي عندك في جسمك نقلتها من جسمك للعربيه عن طريق الفورس والعربيه دي اتحركت، يبقى انت كده عملت work، اهو يو انت اللي عملت، you are doing work، انت اللي عامل الورك ده، العربية من غيرك ما كانتش هتعمل حاجة، ها؟ ما كانتش هيعمل موف، ما كانتش العربية ما كانتش هتتحرك، أنت اللي عملت الورك ده،
صح يا شباب. اوكي، هو الليسون خلص كده الحمد لله. انا كان يهمني بقى من بدايه هذا الكونسبت خالص ان احنا نميز ما بين الثلاث اكسبريشنز دول، انرجي وورك وفورس. الحمد لله عرفنا الفرق بينهم، صح كده؟ شرحتها بكذا اسلوب، ان شاء الله تكونوا فهمتوا باي اسلوب فيهم، ويعني والمعلومه ركزت وما تخرجش من دماغكم، لان احنا هنرجع بعد كده اما نكبر ناخد كل واحده بدل لوحديها بقى. ها اوكي، طيب احنا اتفقنا ان في اخر كل ليسون كده هيبقى عندنا مهمه ان احنا نعلمكم ازاي تفكروا از ساينتست عن طريق الفور ستيبس اللي احنا عارفينها. تسال لنفسك كويتشن وتحط كليم، يعني تحط اجابه لهذا الكويتشن وتقول لي ايفيدنس على هذا الكليم او هذا الكليم والكويتشن، وفي الاخر تقول لي ساينتفك اكسبلانيشن للي انت قلته. انا عارف ان الموضوع ممكن يكون صعب عليك، ولكن ده يعني ده تنميه مهارات. يعني انا عمري ما هجيب لك سؤال زي ده اقول لك ريكورد ايفيدنس لايك ا ساينتست. احنا بننمي المهاره دي عندكم، اوكي؟ ويمكن في الانجليش لانجويج عندكم حاجه زي كده، يعني الفور ستيبس دول موجودين عندكم في الانجليش، واكيد هتدربوا عليهم في الانجليش. لو الموضوع صعب عليكم شويه في الساينس، احنا عمرنا طبعا زي ما قلت لكم عمرنا ما هنسال هذا السؤال، فما حدش يقلق تماما ان هو مش عارف يحل السؤال ده. بس عموما انتوا تتدربوا عليه، تحاولوا بمساعدة ماما وبابا نألف سؤال ده. يعني أنا هحاول أساعدكم هنا في، وبدل الكويتشن في 2 و3 و10، وبدل الكليم في 2 و3 و10، وبدل الإيفيدنس في كتير، صح كده؟ وبدل الساينتفك إكسبلانيشن ممكن تقول اللي أنت عايزه، الكلام ده مفتوح، قول فيه اللي أنت عايزه، أوكي؟ فبفكركم كده إن إن ذيس كونسبت إحنا خدنا إيه؟ يو هاف ليرند ألوت أباوت مثلا رول أوف بالانسد أند أنبالانسد فورسز إن ستارتنج موشن أند ستوب emotion. Now try to think like a scientist by writing your claim. على السؤال اللي احنا هنجاوبه المفروض ان انت تسال نفسك هذا السؤال كمان، تمام؟ حلو. Your evidence، اديني دليلك، and your scientific explanation، والشرح العلمي بتاعك about one of the main points in this concept او of this concept through the four steps اللي احنا عارفينهم you have learned in the previous concept. ايه الستيب الاولاني؟ نحط question، فانا حاططه لك المفروض ان انت اللي تحطه. مثلا اسال نفسك السؤال ده، how do forces act on different objects كمان to make them start motion and stop motion. فقول لي مثلا الفورس زي البوشنج، الكلام بتاعي قول لي بوشنج فورس اور بولينج فورس كوز ذا اوبجكت تشينج اتس بوزيشن، بين قوسين كده يعني عمل موشن ماشي. ممكن تقول لي مثلا ايه فروم ستارتنج بوينت تو اند بوينت، صح كده؟ ايه الايفيدنس بتاعك؟ ممكن تقول مثلا في الايفيدنس ايه، ممكن تقول في الايفيدنس انه وين يو بوش كار مثلا، ايفيدنس هو وين يو بوش كار ات موف، وين يو بوش وول مثلا ذا بوشينج فورس از نوت انف فدونت موف، وين يو كيك بول ات از موفد، وين يو بوش مثلا يور سوكس ات از ويرد اند جو اب يور فوت مثلا، صح كده؟ الساينتفك اكسبلانيشن قول لي بقى ان في مثلا فورس ويتش كونفيرت الانرجي انتو ورك وين ذا اوبجكت موف، قول لي الموشن هي اشرح لي بقى الكلام ده، قول لي الموشن هي تشينج ذا بوزيشن اوف ذا اوبجكت ريلاتيف تو فيكسد بوينت. يعني اللي انت عايز تقوله في الساينتفك اكسبلانيشن قوله. وزي ما انا قلت لك احنا عمرنا ما هنجيب لك هذا السؤال ده علشان تدرب نفسك اولا على الساينس، ثانيا على الانجليش لانجويج. احنا عايزين انسان متعلم في كل حاجه. يعني انا مش هبقى سعيد، انا بتاع الساينس مش هبقى سعيد لو انت كويس جدا في الساينس وضعيف في الماس مثلا، او مش حلو في اللغه العربيه، او وحش في الانجليزي، او لو وحش في الانجليزي دي فرقه معاك كتير جدا، احنا دراستنا باللغه الانجليزيه اهو، تمام؟ مش هبقى سعيد، وانت كمان مش هتبقى سعيد لو انت اكسلنت في الساينس ووحش في ماده زي الماس مثلا، مش هينفع. انت لو شاطر في شاطر عموما هتبقى شاطر في كل المواد والدراسات الاجتماعيه والساينس تمام؟ اوكي يا شباب. كده الليسون خلص واليونت كلها خلصت. انا نفسي تبقى الفرق، بس عشان ده كان هدفنا من اول الكونسبت، الفرق بين الانرجي والفورس والورك يبقى فاهم ومفهوم سوري وكلير بالنسبه لكم. المره الجايه ان شاء الله نحل اكسرسايز وعلى ليسون 4، وهنفهم اكتر مع حل الاكسرسايز الفرق الواضح، والاجابات هتساعدنا ان احنا نبقى واثقين من نفسنا في المعلومات بتاعت الساينس. نراكم على خير في حل اكسرسايز اون ليسون 4. الى اللقاء والسلام عليكم.